بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قياس الشبه: فصل. قياس الشبه، قال: وأما قياس الشبه فلم يحكي الله سبحانه إلا عن المبطلين، فمنه قوله تعالى إخبار عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وردوا الصواع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها ولا دليلها، وإنما ألحق أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا هذا مقيس على أخيه، بينهما شبه من وجوه عديدة. هو أساسا يعني أنه من أم واحدة، ده اللي عندهم هو المشكلة. وذاك قد سرق فكذلك هذا، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقا، ولا دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها. احنا قلنا قياس العلة قياس الدلالة، قياس العلة لوجود العلة في الفرع، وقياس الدلالة لوجود دليل الايه العلة. هم ذكروا في ذلك انه قالوا سرق صنما مش عارف ايه، قال سرق شيئا، وهو هذا باطل لا شك، لان يوسف عليه السلام لم يسرق. ومنه تعالى اخبارا عن الكفار انهم قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا. اذا من قياس الشبه قياس الكفار الرسل على انفسهم لنفي الرساله، بجمع ان نحن لسنا رسلا وانتم بشر مثلنا يبقى لستم رسل، ده كلام من ابطل الباطل. فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيها، واستدلوا بذلك على ان حكم احد الشبهين حكم الاخر، فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك انتم، فاذا تساوينا في هذا الشبه فانتم مثلنا، لا مزية لكم علينا. وهذا من ابطل القياس، فان الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيا وبعضه مرؤوسا وبعضه رئيسا وبعضه ملكا وبعضه سوقا يبطل هذا القياس، بل هم نفسهم بيردوش بيه لما يقاسوا على ليه على الفقراء ولا بيستعملوه. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون والعياذ بالله. كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأجاب الله سبحانه عنه بقوله الله أعلم حيث أجعل رسالته. وكذلك قوله سبحانه وقال الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب، وهذا مجرد قياس شبه ومجمع صوري. ونظير هذا قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، ويقول لها هو نفس المثل يعني. ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري، ومنه قياسهم الميتة على الذكي في إباحة الأكل بمجرد الشبه، شبه إيه؟ إن ده زهق وزيقت روحه، لأن هذا أن المذكى في النهاية قد ماتت، بس كيف ماتت؟ ده مش مهم إنها إيه؟ ماتت. وبالجملة فلم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما، لأن معظم قياسات المتأخرين من الفقهاء قياسات شبه، معظم قياسات المتأخرين من الفقهاء
قياس الشبه. ومن العلماء من يحتد بهذا القياس، وقياس الشبه قياس معتد به، لكن الصحيح فعلا كما ذكر القيم قياس الشبه اضعف قياس، ليس بقياس صحيح. الوصف الجامع بدل العلم هو اصل وفرع وحكم، والوصف الجامع وصف شبه تشابه بين الاصل والفرع. فحاجة ده يشبه ده في حاجة، وهو في الحقيقة اصلا نتيجة عدم معرفة. يعني يقولوا ايه ده العلماء قاسوا كذا مثلا كذا، او الصحابة قاسوا كذا على كذا، فيقوموا يلاقوهم عشان في بعض تشابه، في الحقيقة عشان تشابه مؤثر مش علشان تشابه غير مؤثر. يقول ومن ذلك قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فبين سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية، وأن المعنى المعتبر في استحقاق الإلهية يعني معدوم فيها، وأنها لو دعيت لم تجب، فهي صورة خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتها. وزاد هذا تقريرا بقوله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، لأن جميع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها إليكم إنما هي صور عاطرة عن حقائقها وصفاتها، لأن المعنى المراد المختص بالرجل هو مشيها وهو معدوم في هذه الرجل، والمعنى المختص باليد هو بطشها وهو معدوم في هذه اليد، يد الصنم يعني، والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين، ومن الأذن سمعها وهو معدوم فيها، والصور في ذلك كله ثابتة موجودة وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعاني، فاستوى وجودها وعدمها. وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي الحكم. وكان ده فيه أسر شوي، لأن هما مش بيقاسوها على إيه؟ على الرب عز وجل. ده هو بيان إن الأصنام يعني وجه الدلالة مش إبطال قياس الشبه، لأن هما ما قالوش هذه مثلنا فلنعبدها، مش كده؟ ده هي أقل منكم فكيف تعبدوها؟ وإلا فلو هو كان قياسه إنه بيقيسوها على الرب عز وجل بجامع وجود شبه، فهو في الحقيقة هو الحكم استحقاق العباد، والأصل ذات الرب والفرع الأصنام. طب إيه الوصف الجامع هنا بقى عشان نقول ده هنا في قياس شبه؟ هنا المشركين ما قالوش إن الأصنام تشبه ربنا، هم عملوا لها أشياء تشبه البشر بيها، ماشي كده؟ فالقول بأن ده من قياس الشبه فيه إيه؟ فيه نرش والله أعلم. لكن هو ده إبطال ل يعني عبادتهم لها من باب الاولى، اذا كانت هي هذه الاصنام اقل منكم فكيف تعبدون من هو اقل منكم؟ فبالاولى ان لابد ان يعبد من هو اكمل. ها ده انا بتكلم على كلامه هو، يعني ابن القيم بيقول ده من باب المثل في القياس الباطل، فكأنهم هم قاسوا الاصنام على الرب عز وجل في استحقاق العباده بجمع وصف شبه جامع. ايه هو الوصف بقى هنا اللي هم المشركين قالوه علشان يقولوا كده؟ هم لا ده هم معتقدين وما يسمعوش، او ربنا اخبرهم بذلك، واخد بالك؟ وهم قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، واخد بالك؟ فهم عارفين وما بينطقوش، ولذلك لما قال ام لهم اذن يسمعون بها ما يقدروش يقولوا اه، ما يقدروش. فهنا انا يعني ظهور هذا الامر غير ظاهر او غير واضح، يعني ما هو بقولك مش تام هنا، مش تام من القياس، عشان اقول ان ده القياس الباطل، واخد بالك؟ يعني ما فيش صوره، ما في، هم المشركين ما قالوش انها تشبه الله، يعني عشان يبقى كلام القيم صح يبقى كان المشركين يقولوا هذه الاصنام تشبه الله عز وجل في وجود الايدي والارجل والاعين والاذان، والكلام ليس كذلك، لم يعبدوها لوجود ايه؟ شبه بينها وبين الله في ذلك، بل هم صوروها على صورة المخلوقين.
على صورة المخلوقين اللي هم الملائكة زعموا أو صالحين أو غير ذلك، هم صوروا على صورة الصالحين، ما قالوش هذه صورة على صورة الله، لم يرد ذلك، إن هم اعتقدوا أنهم يقيسونها على الله. صح فعلا. فصل معنى المثل وحكمة ذكره القرآن. يقول: ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. وفي الحقيقة ده مش تبع قياس الشبه، ده هو الكلام القياس الصحيح بقى منه هذا المثل. لانه هو في شبه مؤثر في الايه، في الحكم، لابد ان يكون شبها مؤثرا في الحكم، شبه مؤثر في الحكم بعله او دليل على العله. قال: كقوله تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فضرب المنافقين بحسب حالهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة. النار فيها إضاءة وإشراق والماء فيها حياة، فإن النار مادة النور، مادة النور، والماء مادة الحياة. وفعلا كلام إن أي حاجة بتنير لابد فيها من طاقة احتراقية، يعني فعلا الشمس، حتى الشمس ما طبيعي تلاقي السخونة العالية نتيجة تفاعل معين بحيث انها بدرجة ما. يقول: وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي انزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا، وجعل قابليه، جعل المؤمنين الذين يقبلون هذا الوحي احياء في النور، ومن لم يرفع به رأسا اموات في الظلمات. الذين كذبوا آياتنا صم وبكم في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه. فأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي، وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وأمنوا به، مش وآمنوا. مش هي دي بس، هنا مش ماشيه في السياق، هي وامنوا به. بص بيقول بعدها ايه، بيقول: وخالطوا المسلمين، ولكن لما لم يكن ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة صحبتهم المؤمنين يعني من نور الإسلام، طفئ عنهم وذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه، فهو لا يرجع إليه، ولهذا قال: فهم لا يرجعون. لذلك تجد أسوأ الأحوال الواحد يلتزم بطريق الحق ثم يتركه، فيكون أبعد الناس عن الرجوع إليه مرة ثانية. ولهذا قال: فهم لا يرجعون. ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي، فشبههم بأصحاب صيب، أصحاب صيب، صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فلضعف بصائرهم وعقولهم
اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق، فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخبره جعل إصبعيه في أذنيه وغمض عينيه خشية من صائقة تصيب. وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يقول مخنثهم سدوا عنا هذا الباب واقرأوا شيئا غير هذا. وسميه مخنثة ليه؟ علشان هم مش عايزين يقولوا احنا عايزين نكذب الحاجات دي كده صراحة، فهم مش صريحين بين الاثنين زي المخنث بين الذكر والانثى، فهم لم يصرحوا بالتكذيب كما صرح اوائلهم وقالوا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ولعياذ بالله الكفر زنادقة معلنين. فدول يقولوا لا طب اقرأوا لنا شأن آخر. وترى قلوبهم مولية وهم يجمحون بثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم، وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم النصوص المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم وثقلت عليهم ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا. ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل ذلك عليهم جدا وأنكرته قلوبهم، وهذا كله شبه ظاهر. ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم بالماء، فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم. توقد طلب إيقاد نار لإظهارهم الالتزام بالدين، وعند البعض الالتزام بإسلامهم الأول ثم إنهم رجعوا عنه بعد ذلك. طب إحنا إيه خلينا في الموضوع ده؟ إن المقصود بيه جن، تكلم بصورة مفرد كمثل الذي استوقد نارا، والمقصود مش واحد بس بعينه، مقصود جنس من فعل ذلك. فقال ذهب الله بنورهم. وقد ذكر الله المثلين المائية والنارية في سورة الرعد، ولكن في حق المؤمنين فقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكر في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب وعلى الأسماء والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات. شبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما، كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسعه بحسبه كالواد الصغير. فسالت أودية بقدرها واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها. وكما أن السيل إذا خلط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا، فكذلك الهدى والعلم إذا خلط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فيتكدر بها شاربه، وهي من تمام نفع الدواء، فإنه أثارها ليذهب بها، فإنه لا يجمعها ولا يشاركها. فهكذا يضرب الله الحق والباطل. ثم ذكر المثل الناري فقال ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الخبث الذي يخرج عنه سبك الذهب والفضة، الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد، فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به،
فيرمى ويطرح ويذهب دفاء. فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجهوها، كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث، ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم. كذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينفع به غيره. ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما وضعهما. مثلين دول والله أعلم في المنافقين والكافرين، مثلين في سورة النور، في مثل ماء وناري للكافرين في سورة النور، كما قال عز وجل: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ده مثل إيه ده؟ لا ده ناري، لأنه ده حر، وهو ماء وطلع مش ماء، ده حر جديد وهو عطشان جدا، فالعطش ده بينفذ بالإيه؟ مثل النار يعني. والمثل المائي بقى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يدع الله له نورا ما جعل الله له نورا فما له نور. فهو هو الظاهر الله أعلم من أصل المثلين دول في كل في المواضع الثلاثة لنوعين من المنافقين والمؤمنين، المؤمنين في سورة إيه؟ سورة الرعد، والكفار في سورة النور. بالنسبة للمنافقين الذي يظهر الله أعلم دايما أن المثل الناري أشد قبحا، لأن المنافقين دول لا يرجعون. الثاني متحير ضال جاهل يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شاف فيه وإذا أظلم عليهم قوم، إذا هو بيتقدم ويتأخر، ده إنسان متردد خلاف اللي هم صم بكم وعمي فهم لا يعقلون. ده بيقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، بالتأكيد إن ده أهون شوية عنده إيه بصر ولسه الإيه ما راحش خالص، مش كده؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم، وبعدين هو بيتحرك ولكنه متردد على الدوام والعياذ بالله. فده مثل المقلد المبطل، والثاني رأس الضلال والعياذ بالله. ايوه من هذا النوع دائما. احيانا لو انه ده من اهل الفتن الذي يفتن عند الفتنه، ولو انه هو ولد في جو ايماني ممكن ايمانه ايه يتحسن، فاذا ان اصابه خير اطمأن به. هذه النوعيه ايضا نوعيه مريضه، ولذلك لما يأتي خير يتقدم ولما يأتي شر إيه؟ يتراجع والعياذ بالله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لدليل على إن هم أقل يعني شرا من الأولين، هم صم بكم وعمي والعياذ بالله، لا شك الأولين إيه أشر والعياذ بالله. وكذلك دائما مثل النار في الكفار حالهم إيه أشد أيضا، لأن هو المثل الناري في الكفار ان اللي هو ده هو يظن نفسه على الحق يحسبه الظمآن ماء، وهو اما يؤمن انه حاصل الى الماء وهو ده انسان والعياذ بالله عنده جهل مركب، يعتقد انه على الهدى وهو على الضلال والكفر. ده اشد حالا ممن هو لا يدري اهو على الهدى ام لا، مش لا الذي يرى الحق باطلا والباطل حقا شر من الذي لا يدري اهو على الحق ام الباطل. هذا في ظلمات لا يدري اذا اخرج يده لم يكد يراه، ده هو لم يكد يراه، دي اشد من كاد الا يراها. مش كده؟ نقول لو قلنا ايه كاد ان يراها يبقى ايه اللي ما شافهاش، مش كده؟ كاد ان يراها يعني قرب ان يراها، مش كده؟ ولسه ما شافهاش بس اقترب من ذلك. اشد لو نفي ذلك بقى يعني ايه لم يكد يراها، يعني ما قربش انه يشوفها اصلا والعياذ بالله. وهي ظلمات شديده فعلا، ومثل ده مثل عجيب فعلا، ومن ايات الله عز وجل المعجزه فعلا. ظلمات في بحر اللجي تحت البحر ظلمه، في بطن البحر ظلمه في عز النهار. ما هي فعلا كده، ده هي كل الامواج كده اصلا، كل البحار العميقه اصلا فيها درجات من الامواج، مش امواج ظاهره فقط، دي الامواج دي وتحتيها امواج تانية
وده بيؤثر اصلا في ظلمة البحر تحت. ليه؟ لان درجات انكسار الضوء اصلا بينكسر على مستوى وبعدين ينكسر على مستوى تاني، بيقوم ما يوصلش تحت حاجة ويقدر يطلع تاني، وبالتالي يبقى تحت ظلمة جدا. والا لو كانت الارض البحر تحته منور كان اثناء النهار يبقى ايه؟ كان بيلمع، كان ما تلاقيش ازرق وغامق كده، كنت تلاقيه ايه؟ كنت تلاقيه منور بيلمع كانه ابيض، لان الرمله تحت ممكن تكون بيضاء احيانا، ولكن تلاقيها تلاقي البحر من تحت ايه؟ غامق. وكل لما يتعمق جوه اكتر، كل لما العمق يزداد، كل لما تلاقي ان اللون يغمق اكتر، خلاف اللي على الساحل كده تلاقيه، لانه الاشعه توصل وما تنعكسش. فده يعني مثل الكافر الجاهل الضال الذي لا يدري اين الحق والعياذ بالله. مثل المؤمنين بقى المائي احسن من النابي. المؤمنين المثل المائي حاجة الناس اولا الى الماء، اولا المثل المائي في المؤمنين ان ده نازل صافي وخالطه من الارض، مش كده؟ يعني ده اصله صافي والخلطة من غيره، مش كده؟ الزبد اللي حصل للماء ده مش منه ابتداء، ده من مجاريه فقط، بخلاف الذهب والفضة والحديد ده من اصله فيه خبث، ما ينتفعش بيه الا لما يتنضف، بخلاف المثل المائي ده الماء ده هو من غير حاجة، ده هو لو ما كانش عدى كان زمانه بقى نعمل ايه؟ نعمة ما ينتفع به يعني، ده هو. ولكن وجود الخبث من المجاري لا يضر، لانه بيذهب في النهاية ايه؟ جفاء، ولكن هو اصله صافي تماما. وبعدين بلا شك حاجة الناس الى الماء اعظم من حاجتها الى ايه؟ الى الذهب والحديد والفضة، مش كده؟ يعني ابتغاء حلية او متاع، التاني حياة، ده ما من غيره ما بقاش في حياة. سبحان الله، الماء يعني حاجة الناس الى الماء اعظم. لذلك كان المثل المائي في المؤمنين الكمل اللي هم اعلى المنازل السابقين اللي علمهم وعملهم افضل، والمثل الناري من هذب واصلح، مثل من جبل على الصفات المحبوبة ومن تخلق بهما، فأيهما أكمل؟ من جبل، من جبل على الصفات المحبوبة يفعلها سجية. الحلم والأنا واحد، هناك من يحلم بالتحلم، يعني يملك يجاهد نفسه عند الغضب ليتحلم، وهناك من حلمه إيه؟ سجية، لا يفعلها تكلفا. هناك من يقاول نفسه لينفق، وهناك من ينفق سجية. لا شك ان هذا ده مهما وصل الانسان من التكلف لن يصل الى من خلق كهكا. فمن خلق خلقة نقية صافية زي ما انبياء الله عز وجل، ده لما اي حد يعمل اي حاجة مش هيوصل لمرتبة الانبياء. ومن اصطفاهم الله عز وجل كذلك، هناك خلق اصطفاهم الله، خلقهم خلقة هكذا يعني للاصطفاء والنقاء، والاخرون يصلح ان يتشبهوا بهم، ها، وينقوا انفسهم سعيا، يعني السعي في التنقية ليقتربوا من هؤلاء وينفعوا الناس مثل هؤلاء وان كانوا مش زيهم. اللهم اصلحنا رب. ما اقولك حيم، ما هو اصلا مش مظبوط قوي، ولن ينتفع به الا اذا نقي، ومع ذلك ما مش مأمورين ان احنا ننقيه علشان ينتفع به، ولما يتنقي بقى ايه؟ يبقى ذهب. لا مش هتيجي، لا ده الا ما كانش مدح النبي صلى الله عليه وسلم اشجع عبد القيس وقال ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، ده حاجه عظيمه، الانسان يجبل على ما يحبه الله، انه يكون فيه صفه طيبه يحبها الله عز وجل، امر عظيم. زي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده الاكتساب بقى يزودها اكتر، او بتخليها بالظبط كده، يعني حاجه بتزقها، العربيه ماشيه مظبوط جدا وبتيجي تحضرها تزود السرعه كمان، واخد بالك؟ بخلاف عربيه تعبانه تيجي تزقها عشان تزقها وتمشي تعبت، لكن هو الثاني بيزداد سرعه، واخد بالك؟ فهو المواقف تزيده خيرا. قال ومنها قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
شبه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نبتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها، فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة، الآفة تدرك نباتها فجأة فتصبح كأن لم تكن قبل فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها. فكذلك حال الدنيا والواثق بها سواء، وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من يشاء. والله يدعو إلى دار السلام، كل الناس دعوا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، خص بالهداية من يشاء، فذاك عدله هو دعوته. الرسل دعوا الناس جميعا، وهذا فضله هو ويهدي الهداية. ومنها من الأمثلة قوله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر الفريق المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم. الإخبات خشوع وطمأنينة مع خضوع، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه، فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات. والفريق الآخر بصير القلب سميعه كبصير العين وسميع الأذن، فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفي التسوية عن الفريقين بقوله هل يستويان مثلا. ومنها قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم، فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأضعفها. وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء، فلم يستفيدوا من اتخذهم أولياء إلا ضعفا، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده، وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. فإن قيل فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله لو كانوا يعلمون؟ الجواب أنه سبحانه لم ينفي عنهم علمهم بأهن بيت العنكبوت، وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذ البيت، فلو علموا ذلك لما فعلوه، ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزا وقدرة، فكان الأمر بخلاف ما ظنوا. دلالة والله أعلم، هو إن جيبها في قياس الشبه بس هي مش زيها، هو جعل كل أمثلة كذا، هو قال لم يرد إلا مذموما قياس الشبه،
ودي اصلا لان في تاثير في الحكم الظاهر كده. نعم والله. ومنها قوله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. ذكر سبحانه الكافرين مثلين، مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة، وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان، أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظن، وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم، يقولون جهل مركب، فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء، أن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليهم كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر، القيع القاع اللي هو الأرض المستوية، يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة له، وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره أو من المشرك عموما، سواء كانت يعني فقدت شرط الإيمان أو الإخلاص أو الاتباع، يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك. هذه الأعمال التي قال الله عز وجل فيها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم، فمحل السراب أرض قفر لا شيء بها والسراب لا حقيقة له، وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان أو أقفرت من الإيمان والهدى. وتأمل ما تحت قوله يحسبه الظمآن، والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء، ده دليل الكافر بيتعذب حالة كفر ان هو محتاج حاجة ومش لاقيها، وان قلبه عطشان فعلا ومش قادر يوصف. فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه احوج ما كان اليه. فكذلك هؤلاء لما كانت اعمالهم على غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغير الله جعلت كالسراب، فرفعت لهم أظمأ ما كانوا أحوج ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئا ووجد الله سبحانه ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التجلي يوم القيامة ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب، فيقال اليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد وزير ابن الله، فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال لهم اشربوا فيتساقطون. وذكر الحديث. وهذا حال كل صاحب باطل، فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه، فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل، فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان متعلقه باطلا. كذلك إذا كان غاية العمل باطلا كالعمل لغير الله أو على غير أمره نعوذ بالله، بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله، فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه، بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع. فلهذا قال تعالى وجد الله عنده فوفاه حسابا، أعوذ بالله، والله سريع الحساب. فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى. النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، هم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الغي والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر اللجي لا ساحل له، قد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم، فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب. هذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء والظلمات المضادة للنور نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين المؤمنين، وهو المثل المائي والمثل النبي، وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة الإشراق.
وعلى فكرة في الموضع مواضع تانية هو قال اللي انا قلته اولا، ان المثل الاولاني هو المثل الايه الناري، هو جعل هنا العكس. يقول فكذلك الكفار في هذا فحظ المنافقين منهما الظلمة. يقول المثل الماء ومثل جعل حظ المؤمنين منها الحياة والإشراق، وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة. فكذلك الكفار في هذين المثلين، حظهم من الماء السراب الذي يغر النظر ولا حقيقة له، وحظهم الظلمات المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طائف الكفار، وأنهم غدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي، فيكون المثلان صفتين لوصف واحد، ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار، وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة، بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف، فكانوا يحسبون أنهم يحسن صنعا، وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى، وأثروا الباطل على الحق، وعموا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا حال المغضوب عليهم، والأول حال الضالين. حال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى قوله: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. تضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة، المنعم عليهم هم أهل النور، والضالين هم أصحاب السراب، والمغضوب عليهم